مساء الخير، معكم منير عجم. بهالفيديو حركز على الـ PMP Certification. بالفيديو رقم 2 حطينا وتكلمنا عن السيرتيفيكيشن بشكل عام وعلى الشهادات بإدارة المشاريع، بس اليوم حركز على الـ PMP اللي هي الـ Project Management Professional، أما بالعربي بترجم بطريقتين. ممكن تترجم كمهنة بإدارة مشاريع ولا محترف بإدارة المشاريع. نحن ترجمتنا لها هي مهنة، رغم أن الترجمة الأكثر تداول بالدول العربية هي محترف. هلا كلمة محترف يمكن تكون تعطي قيمة أكثر من اللزوم لها، بالطبع هذا رأيي، بس كمان حأشرح ليش هذا الرأي موجود. اليوم في أحد الخبراء بالموضوع الاحتراف بيتكلم انه اليوم الانسان، اي انسان باي وظيفة ولا عمل ولا الكيان رياضي ولا بشغل، تيسور محترف بحاجة على الاقل 10,000 ساعة خبرة. هذا مثلا انه تيكون انسان يعتبر حاله محترف 10,000 ساعة خبرة. هلا منظر شهادة البي ام بي، نحن هي متطلباتها 4,500 سنة خبرة، وللأسف يمكن بجزء منها بسوء إدارة المنظمة البي ام اي اللي بتعطي هالشهادة. المفترض تكون هال4,500 ساعة هي خبرة بإدارة فريق عمل، أما إدارة مشاريع رغم أنه مش شرط يكون الشخص اللي بده يقدم عليها يكون عنده وظيفته واسمه كمدير مشروع، بس على الأقل يعني بالإنجليزي بيقولوا lead indirect project tasks، يعني لازم يكون هالإنسان على الأقل عنده دور ريادي ولا قيادي بأحد المشاريع المحددة. بينما 4,500 ساعة اليوم و PMI لأنه ما بتعمل فيها تدقيق صحيح، اللي عم بياخذوها بيكون عند في كتير ناس عندهم 4,500 ساعة خبرة، بس ممكن يكون خبرة كأشخاص تقنيين على مشروع ولا مهندسين، مش خبرة كإداريين. يعني أول مشكلة هون إنه ال 4,500 ساعة هي ما عم بكون في تدقيق فيها من منظمة بي ام اي، وثانيا حسب الدراسات العلمية المعترف فيها موضوع ال 10,000 ساعة، بطبع البي ام اي البي ام بي ريكويرمنت هي بس 4,500 من أصل 10,000. من هيك مثلا في أحد الدراسات الثانية بتقارن كل شهادات البروجكت مانجمنت سيرتيفيكيشن مع بعضهم، اللي من منظمات مثل اي بي ام اي وبي ام اي وجي بي ام واي اي سي اي واي وانكوس، وفي كثير منظمات تانية بتعطي شهادات بإدارة مشاريع. شهادة البي ام بي تعتبر أقل، مستواها أقل من الأفريج، أقل من المعدل، يعني أكيد هي مش من حتى مش فوق المعدل بشهادات إدارة المشاريع. بينما علميا وبالدول العربية عندنا تعتبر هي يمكن الشهادة الأولى الأكثر شهرة. هلا الأكثر شهرة مش معناتها الأفضل، بس لكن للأسف نحن بنعملها إنه هي أفضل الشهادات بإدارة المشاريع. هلا بالطبع من ناحية تسويقية، لأنه عندها اسم ودعاية وصيت ودعم منظمة مثل منظمة البي إم آي، منظمة كتير غنية، عم بتكون شهادة البي إم بي هي الأكثر طلبا بالمنطقة العربية. بس خلينا نرجع نركز، الأكثر طلب والأكثر إفادة كماركتينج وكتسويق مش معناتها هي أفضل شهادة علمية بإدارة المشاريع. مثل ما قلنا في عدة دراسات بتتكلم عن هالموضوع. ما بس هيك، حتى يعني من صار الـ PMP 32 سنة موجودة لليوم، مثلا منظمة الـ PMI اللي بتعطي شهادة الـ PMP لهلأ ما عم دراسة بتثبت لنا إنه الشركات والمؤسسات اللي بتعتمد الـ PMP واللي عم بتدرب موظفينا على الـ PMP واللي عم بياخذوا شهادة الـ PMP هو فعلا عم بيأدي لتطوير بالأداء. حتى نحن شخصيا بأكثر من مرة حاولنا نسأل هل حصولك على، وفينا نسألكم السؤال هون عبر الفيديو، هل حصولك على شهادة الـ PMP أدى ل مثلا إفادة شخصية لك مباشرة؟ يعني زودة معاش، بروموشن، أما أدى فعلا لتطوير الأداء داخل المؤسسة. عم نحكي نحن بمؤسسة
ما بدنا نحكي نظري، بدنا نحكي علمي، علميا هل في شيء ملموس؟ اذا انتو كشركه كمؤسسه، اذا حضر، اذا عم بسمع الفيديو مدير وعندك ناس حضروا اخذوا شهادات بي ام بي، هل اداء مشاريعكم كمؤسسه ادى تطور ايجابي الملكية من ناحية من الكلفة، انه عم تقدروا تنفذوا مشاريعكم بأقل كلفة ولا بأسرع ولا بجودة أعلى؟ هلا نحن ما عم نشكك بأهمية البي ام بي، أنا من الأشخاص اللي معهم البي ام بي من سنة 98 وصار 13 سنة بدرس شهادة البي ام بي. بالطبع شهادة البي ام بي هي شهادة مهمة وشهادة إلى إفادة، بس نحن تركيزنا هون انه تنوضح انه شو هي بالنسبة لبقية الشهادات، انه في شهادات ثانية هي ممكن يكون أهم. بشكل مختصر يعني، خلينا نختصرها بهالطريقة هاي. حنسجل أكثر من فيديو عن موضوع البي ام بي والبي ام اي والبومباك. بهذا الفيديو فينا نختمها هون، انه خلي بيزكلي فينا نقول نختصر، خلي عيوننا مفتحة ونشوف شو في مجالات تانية، وما نعتبر البي ام بي هي الشهيد الوحيد والأهم بإدارة المشاريع. مثل ما قلت، في عنا خيارات تانية.